ده بتكلم على اقتصاد، بتكلم على امن، بتكلم على علاقاتك، بتكلم على وضعيتك الاستراتيجيه. لما بتقول الكلام ده في 11 و12 و13 والنهارده اصبحت ايه؟ لابد ان تقف ماليا وتتامل، لابد ان تقيم الامور بالشكل الذي يؤدي الى ترسيخ هذا المفهوم. انت في دوله تثبتت اركانها، انت في دوله ترسخت قواعدها، انت في دوله استقرت بالفعل وبدا البناء. صحيح. والبناء يحتاجه مش كل واحد يروح يبني وحده، لا، ولا رئيس الجمهوريه يبني وحده، لا، كل منا عليه دور في البناء، كل منا، كل منا في مكانه عليه دور في البناء عشان البلد تتبني كلنا بينا كلنا، وعشان البلد تسير في خطها الصحيح، كل منها ينهض بدوره، وفي الناحيه الثانيه توفر المناخ المناسب عشان تعمل كده. انت في بلد اعتقد دوله ثانيه، بلد تحتاجه بهذا الحجم الاقتصادي والامني والاستراتيجي والموقف العربي والموقف الخليجي والعلاقات مع الدول. احنا كله رئيس الجمهوريه ده بني ادم يحتاجه مساعده ومعاونه وادوات، فانت لازم تعمل له نص دستوري يقول من حقه يبقى في نائب رئيس جمهوريه او اكثر. وده كمان ده مطلوب ولا لا؟ بعد اذن حضرتك، احنا فاكر انت حضرتك في الفتره بتاعت الرئيس الاسبق مبارك كان الجميع الهدف الاساسي لكل عايزين نائب رئيس الجمهوريه، عايزين نائب رئيس، ليه؟ دربوا صف تاني، مش عايزين نفاجئ ان احنا بلا صف تاني. اعتقد ده موجود في التعديلات يا فندم. نعم، انا بتكلم عشان كده. اه، انت دلوقتي في دوله تحتاج الى وجود نائب يعاون ويساعد او اكثر من نائب او اكثر. اه، نائب او اكثر، ده التعديل كده. يبقى من ضمن التعديلات المقترحة أن يكون هناك من حق الرئيس أن يختار نائبا أو أكثر لمساندته في شتى، نائب بشؤون خارجية، نائب بشؤون اقتصادية، زي ما يشوف، زي ما يكون. لكن يبقى في توزيع أدواره موجود، دي جزئية من الجزئيات. أنت دلوقتي كمواطن متجرد، لا، ما فيش داعي للتعديل ولا في تعديل أقول يعاونوا نواب رئيس نائب أو أكثر، أنهو أفضل يا إخواننا؟ لازم نحكم على الأمور بعد دراسة.